Okay, صوت مسموع. دكتور مسموع. اوكي طيب، اي اشتغلنا هذاك استاذ. طلع الاكزامبل هذا الجديد، اكزامبل بيقول لي اف اكس اكبر من واي then 1، اذا اكس اقل او تساوي 1 then 0. هذا اتس كنترول فانكشن زي اللي بنشوفهم بالبرمجيات تبعتنا، نكتبهم هون. تورينج احنا حكينا انه التورينج ماشين كان دو اولموست اني ثينج، يعني بتعمل اي شيء الا اذا كانت المساله اصلا ما لهاش حل، زي الاكسبوننشال نون بولينوميال بروبلمز، خلينا نسمي ان بي كومبليت بروبلمز، ما بقدر عليها لانه بده وقت غير متناهي. اما لما يكون زي هيك، عندي فانكشن، عندي اكس وواي، اذا اكس اكبر من واي بصفر بعمل ماي ريزلت از 1، اذا اقل او يساوي 1 بطلع 0. هسه كيف بصير هذا شكله بال، خلينا نشوف الايديا. بكون في عندي ال x وال y I match a one from x with a one from y until all of x or y is matched. هسا إذا واحد من x is not matched مع ال ما في y قباله، معناته obviously x أكبر من y. طبعا let me show ال string تبعي هون قبل ما ارسم الرسمه. بيطلع شكل ال هي ال هي الاكس مثلا 1 1، افترض انه اكس تساوي 5 وبدي افصل بين الاكس والواي بزيرو، وبقدر افصل بينهم باي شيء بدي اياه. بقدر افصل بينهم بدولار، بقدر افصل بينهم باند، اي سمبل بدي اياه. بس انا بقول بدي زيرو مشان اعلم، اقدر اعرف وين الواي ببدا وين ال وين الاكس بتنتهي. هذا زيرو، هي الاكس تساوي 5 وخلي الواي تساوي 4. اوكي، وهون عندي اكس تساوي 5 والواي تساوي 4. معناته الاكس اكبر من واي. بس كيف بدي اعرف انه الاكس اكبر من واي؟ فشو بعمل انا؟ زي ما الالجوريثم هون بيقول لي match one from x with a one from y، بدي اعمل الماتش. اجي على اول واحد مثلا، بدي اجي بالبدايه هي الواحد، بدي احط عليه اشاره، شو بدي اسوي فيها؟ خلينا احطه بالاحمر. هذا بدي الواحد انا، او بال هذا واحد من اكس، بدي امشي على اليمين اول ذا واي لالاقي واحد. طبعا كيف بمشي على اليمين؟ او السكيب اول وانز، ولما الاقي زيرو او السكيب هذا طبعا بدي اكون غيرته انا لاكس، بس هون بدي اخليه لاحمر لالاقي هذا الاحمر. برجع هذا واحد حطيته احمر، اي سكيب كل الازرق اللي عندي هون، باجي على الواي هاي اللي هون، هاي لقيت احمر، برجع اول ذا واي، وانا بدي اعمل بندول عندي هون،
هذا لازم أعكسه. ليش؟ أوكي. هاي البندول بتحرك على اليسار، لقينا 1000 لقيت هذا الأحمر، برجع لهون بحط هذا محله أحمر، وبعدين بتحرك على اليمين skip all the ones، عرفت الزيرو skip all the red ones اللي هم بدي أعبر عنهم السات بهكس، حط هذه واحد حطها أحمر، برجع لعملية الرجعة skip all the red ones skip the zero skip all the blue ones حتى تلاقي أول red one بتوقف، وارجع على اليمين هذا حطه أحمر. هذا الالجوريثم تبعي يعني اللي بيشتغل عليه. هسه هذا احمر بدي الاقي قباله واحد ازرق من الواي سكيب لعند الزيرو سكيب كل الاحمر، لقيت واحد ازرق هون لسه بعده مش معمول، هذا صار مقابل اخر احمر، بعدين جو تو ذا ليفت ارجع لليسار سكيب كل الحمر هذول سكيب الزيرو، هي لقينا الاحمر أول آخر أحمر هون، آخر واحد عملته أحمر keep it and ارجع رحلة الذهاب، بغير هذا الأحمر اللي هو تبع الإكس، لأن بدي أروح على اليمين بدي ألاقي أنا I have to find one من الواي، ما في واحد، ما لقيت واحد هون. طبعا شو عرف انه ما لقيتش واحد، بده يكون في عندي هون بلانك، انا خليني اجيب بلانك من هون اذا بقدر اجيب لي بلانك، وهي بلانك هون. ما لقيت أحمر، أنا لقيت بلانك. كونه لقيت بلانك وكنت عامل الإكس هذا لقيت واحد، ما لقيت قباله واي، معناته الإكس أكبر من واي. That's the idea، هذا الألغوريثم تبعي. Let's see how we can do that. هذا مش هو. شوف وين الـ example تبعي. هذا الـ example اللي هون، هذا إجا بـ final exam بس to show you إيش اللي راح أشرحه هسه، اللي هو X أكبر من Y أو أقل أو يساوي Y، اللي هو إحنا كنا هون اللي هو هذا X أكبر من Y أو X أقل أو يساوي Y، هذا اللي حلوا تحت. هسه بورجيكم حلوا وين، اللي بالفاينل اللي بالإكزام أنا أضفت عليه بس كونديشن ثاني، إذا X أكبر من Y أو X أقل من Y أو إذا X تساوي، يعني عندي ثلاث حالات. if x أكبر من y مثلا حط واحد، إذا أقل من y إذا أقل من y اعمل شيء ثاني، وأنا السؤال كان إذا x أكبر من y اعمل لي x plus y، إذا x أكبر من y اعمل لي 2x، إذا x تساوي y اعمل لي مثلا the result equal y. هذا بس الـ only difference إنه هاي الـ x أكبر من y جبناها من المثال اللي إسا حالياً وإسا راح أحله، والـ x أكبر أقل أو يساوي y قسمت لشغلتين. okay. let's keep this for a second إسا، وخليني أروح على اللي هو هذا
برضو هذا أقل يساوي أكبر. طيب أوكي خلينا نشتغلوا على هذا. أوكي وبعدين هذول الاثنين هذول الJ1 we could have combined them. هاي اللي من الجهة هاي. بس خلينا أبدأ من Q0 هسا ونشوف الطريقة اللي هي هاي هسا كيف عملناها احنا. أجيبه هذا نحطه هون مشان نشتغل عليه. اوكي أنا بـ Q0 وهي خلينا الـ ones خليهم يكونوا كلهم red والـ y كلهم red. في عندي 5 ones و 4 ones للـ x والـ y. Let's start at Q0 بقول له ابدأ بالواحد هون وغير لي على x. أنا كنت حاطه هون غير لي على لون أحمر بدي أحطه x أنا هون لسا هذا الواحد وروح على اليمين انتقل لي هون على اليمين. اوكي حط محل الواحد اكس وروح على اليمين. لاحظ هذا الاكس السات بدي الاقي قباله واي بدي امشي all the way لليمين. فاجيت هون على Q1. Q1 بقول له اذا في ones keep moving هي transition. اذا بلاقي واحد move لليمين move 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 الى ان لاقي الزيرو. ليش الزيرو؟ لانه هي السيبريتر بين الاكس والواي. لقيت الزيرو انا هيها بقول له خلي الزيرو زي ما هي وتعالى على اليمين وتعالى على Q2. Q2 صارت تعمل لي بروسسنج للواي. اول شيء بقول لي اذا بلاقي واحد اللي هي هاي حط لي اياها واي بالضبط يعني زي ما انا بدي اكس وواي. حط لي اياها واي هاي وارجع لليسار. انا لقيت اول واحد من اكس مع اول واحد من واي خلصت اول واحد. قول ارجع لليسار اللي هي هون move to the left. هسا جيت لهون بقول له اذا انت موجود هون اذا بتزيرو اذا هاي زيرو كمان روح على اليسار اللي هي هاي الزيرو. هاي لقيت الزيرو هون هاي عندي ترانزيشن واحد منهم اللي هو هذا هون فيها غلطه. هاي زيرو خليها زيرو وامشي لليسار. اوكي هي الزيرو مشيت لليسار بعدين راح تلاقي ونز اكيد. ليش؟ لانه لسه ما كملناش احنا الاكس. بتلاقي واحد كل واحد عبي محله واحد وظلك ارجع 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 لتوصل لهون. هلا لو توصل لهون ما عندي واي انا بس عندي هاي الاكس. لقيت الاكس هون يعني لقيت اول واحد من الرقم الاولاني كنت مغيره لاكس. لقيت هذا الاكس بقول له خلي الاكس ورجع لي هون على اليمين اللي هي هاي. I do x
وتعال على اليمين هون. اوكي بلشنا برحلة الذهاب. خلصنا من خلصنا اول 1، هذا واحد احوله مرة ثانية لإكس، هنا هون and move to the right، راح تلاقي ones تحرك عليهم كلهم، راح تلاقي الزيرو اللي هي هاي تحرك عنها وتعال هون، تعال أسا على Q2 هون. طبعا راح بقول لي راح تلاقي ones لأنه Y، لأنه already أنا بعرف إنك لقيت ال Y، حرك لي عن الواي لليمين. إذا لقيت واحد، هاي الواحد هون موجود اللي هو هذا، حط لي إياه واحد واي وارجع اليسار. إذا بتلاقي واي كمان ارجع اليسار، بتلاقي زيرو هون ارجع اليسار، وبتلاقي ونز ارجع اليسار، والله ارجع لتلاقي اكس اللي هي هاي. هاي الاكس تعلي على اليمين هون، وقف هون المؤشر، هون المؤشر وقول له شو بتلاقي انت؟ لقيت واحد. هاي لقينا واحد، غير لي اكس وتحرك على اليمين نفس الموضوع. او اللي هي هاي اسا، روح على اليمين بالواحد، بتلاقي زيرو كمان روح على اليمين خليها، وتعال لهون راح تلاقي وايز، اترك الواي اترك الواي اترك الواي لتلاقي واحد. لقينا واحد، هاي البلانك خليه هون، لقيت واحد حطه هذا واي وارجع، يعني لقينا اكس 1 قبال 1. برجع العملية الرجعة all the ways، ارجع لليسار اللي هي هاي transition. انا بQ3 زيرو خليها زيرو، الواحد خليه واحد، اصل للاكس، الاكس بتلاقيه، رجع لي لهون على اليمين، ارجع اليمين غير لي هذا الاكس. لاحظ انه تورينج ماشين، انا حكينا في بداية الامر انه تورينج ماشين is the most power consuming، يعني يعني بده باور كثير رايح جاي. شوف مشان عملية الاكس والمقارنة، كل واحد من اكس بده يتحرك all the way لجميع الأرقام تبعات الـ X، بده يتحرك all the way لليمين. Okay؟ فهو it takes much more power compared مع الـ PDA أو الـ DFA. Except إنه هو بحل مشاكل هذلاك بيقدروش يحلوها. هسا هاي الـ X حولت الـ 1 حولتها لـ X، بضل ماشي، هذا تحول لـ X. هسا برجع الـ Y's y keep it y go to the left keep y zero keep zero one keep it تعال على x ارجع لي لهون هاي الواحد حولته ل x انا اللي هي هاي and move to the right انا هسات هون خليني اعلم على اس انا هون دكتور نعم ال x هاي اللي بعد ال y ليش حطيت x او هاي اسف هاي لازم y صح بالغلط هذه دي واي هسه هذا الواحد خليني ارجع لهون اوكي ارجع لهون محل ما كنا فجيت انا هون هسه هاي ال1 بدي احولها لاكس لا هذا واي هاي ليش انا اسف هذه الواحد بدي احولها هسه لاكس لي هون انا هون هسه بدي اروح على اليمين على اليمين ما عندي ونز هون لان اروح على هاي لما رحت على اليمين لقى زيرو اتس اوكي تركنا الزيرو رحت على اليمين تركنا جيت على Q2 اترك all the y's keep going to the right 1 2 3 4 بعدين وصلت لهون كان المفروض الاقي واحد لو كانت x تساوي y هون
هون بعد الQ2 keep moving to the Y to the right. كان لازم لو لقيت واحد هاي الواحد لو لقيته كان كملت أنا، بس ما لقيت واحد أروح لهون، لقيت بلانك. فالبلانك قال لي اطلع بالبلانك وتعال هون على Q6. I found the blank. البلانك اللي لقيته آخر مرة عملت الواحد هاي اللي حولته من واحد لX، هذه كانت واحد وعملت X هاي، وجيت لهون هاي صار عندي 5 X's. هون كان في قبالهم 4 Y's، المفروض كان ألاقي one more value للواحد، ما لقيت، لقيت بلانك، معناها الX أكبر من Y. بما أنه الX أكبر من Y، أنا أصلاً حط عندي بالكونديشن تبعوني اللي هي اللي هو وين، اللي هو هذا واحد من الكونديشنز ال F X أكبر من Y. هي ال X أكبر من Y 100% هون. فإذا بأخذ البلانك اللي هي هاي البلانك، بقول if you find a blank move to Q6 and end هون، هذه end، هذه معناها X أكبر من Y. هاي لقيت الكونديشن. أسا هون بما أنه وصلت للQ6 هاي، إذا كان X أكبر من Y، بقول if X أكبر من Y اعمل اللي بدك إياه. مثلا خلينا أقول له مثلا خليها بدي 2X، بدي الX، بدي الريزلت تبعت يصير 2X. فمن Q6 من هون بروح بجيب الأوتومات اللي كنا عاملينه إسا قبل شوي، هاي الأوتومات تبعت 2X اللي هو هذا، مش هذا الأوتومات، هذا هو، هذا الأوتومات تبعت 2X من إسا وطالع، بروح بجيبه وبحطه هون، بنقله كله هذا، بعمله هون. وبعد الQ6 هون بقول له خلينا نعمله زي هيك، روح لي على الأوتوماتا اللي هو الـ2X. يعني هاي الأوتومات الأول التورينج ماشين هون لقاني إمتى X أكبر من Y، لقينا X أكبر من Y، بقول له طيب روح السيارة تعمل لي X to X. هسا كيف بدي أعمل X to X؟ بدي أرجع على هذولا اللي هم على بداية البندول اللي هم الـ X's هذول، okay. وبمشي على اليمين all the way، الـ Y's هذول بحطهم blanks لأنه هيك بدي اياهم انا بلانكس، كل واي بلاقي بحطه بلانك، اوكي. الاكسز هذول انا اوريدي موفر على حالي شغل، كنت لو كانوا وانز كنت بدي احولهم من 1 لدولار، بس انا حولته من 1 لاكس، فكل اكس باخذ محله واحد، بروح على اليمين بحط قباله واحد. يعني برجع على نفس التيب هون، يعني هون 2x this is simple. يعني لو انا اسا بدي اشتغله بجيب الأوتومات اللي أسا جبته، بس قبل ما أشتغل فيه برجع بصف بـ 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 بعمل initialization. الواي بحولهم لبلانكس، والزيرو هاي بحولها لبلانك كمان، فبصير عندي الإكسز هون جاهزين للتحويل. هذا إذا بدي إياها 2X. طيب هذه هون أسا هون لاحظ أنه لما كانت X تساوي Y، طيب X أكبر من Y، طيب لو كانت X تساوي Y، خلينا أشيل هاي الواحد وأكمل الشغل تبعي. افترض أنه هاي كان في عندي واحد هون، okay. فكان لما أجيت وأنا بشتغل من X هون، رحت على اليمين all the way y y y، لقيت واحد، لقيت واحد بحوله لو y زي العادي. وهون طبعا البلانك تبعي،
جيت لهون على ال Q3 زي العادي انا عملته حولته ل Y وبدي ارجع هسه all the way. ال Y's ارجع على اليسار، ال Zero ارجع على اليسار، ال One ارجع على اليسار، ما عنديش One طبعا، عندي X انا هون لانه خلصنا ال X's. لما جيت هون على Q0 هاي Q0، لما حطيت X and move to the right لو كان عندي واحد كان بكمل، هسه ما عندي واحد لانه فعليا X تساوي Y، يعني ال One's تبعين ال X قابلهم One's من عند ال Y، فبالتالي هون I will find a zero. إذا لقيت zero إسا بقول له طيب خلي الزيرو زي ما هي وارجع لي على اليمين اللي من هون، بقول له هاي الزيرو خليها زي ما هي وتعال لي على اليمين هون and let's see what's happening. إذا كانت X تساوي Y ولا X أكبر من Y. جيت على Q4 إسا على state جديد، بلشت من جديد. سبقول له بQ4 تحرك لي بالواي لأنه راح يلاقي واي هون 100%، بعد الزيرو راح يلاقي وايز واحتمال يلاقي واحد واحتمال يلاقي بلانك، بس لتسي إذا لقى وايز الواي هاي يقول له تحرك لي بالواي all the way to the right keep moving keep moving keep moving لتصل لهون. إذا لقيت بلانك بعد ما تخلص الوايز، إذا لقيت بلانك تعال هذه مش Q6 هون، هاي Q6 Q7 هاي should be Q9 هون، هاي من أخطائنا احنا شو سويت انا هون. اوكي اوكي وانت تحرك لي إذا ظل ماشي بالوايز ولقى بلانك معناته عدد الاكس كان تساوي واي، فباجي لهون انا لي هاي خليني ازيح حالة جاي مشان تبين عندي. إذا لقيت بلانك اللي هو هون بخليه بلانك and then I move to the left، بدي ارجع اصفر البندول انا هون هذه بس مشان ارجع احط هون. طبعا بقول له كل واي وانا قاعد انا برجع كل شيء زي ما كان، بصفر ال قاعد بصفر ال results هون، حط محل واي بلانك محل الزيرو بلانك محل الاكس بلانك، يعني كلهم عملهم بلانك وخلص undeclare انه اكس تساوي واي. طبعا هذول هون الأشياء اللي إذا بدك تركز عليها بالامتحان أو بالأسئلة فعلياً، هذول الشغلات اللي هي بيعتمد إنه إذا كانت X تساوي Y شو بدي أنا؟ بقول له إذا X تساوي Y بدي مثلاً الريزلت كله يصير واحد، فكله هذا بعمله بلانك 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 بلانك، آخر إشي هون الإكس هاي بعملها واحد. إذا بقول لك بدي إياها الريزلت تساوي زيرو تساوي زيرو، بروح بحط لك اياهم كلهم بلانك 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 بلانك، واخر واحد هون مع اخر بلانك برجع بقول له تعال على اليمين احط لي زيرو. طبعا الزيرو فعليا بالشغل تبعنا ما فيش زيرو باليونري سيستم، زيرو يعني بلانك فاضي يعني معنى زيرو. اوكي فهون هذه كلها بتعتمد على ايش اللي بدنا اياه احنا، اذا اكس تساوي واي. بس هذا الباث من هون من كيو 0 لكيو 4 لكيو 9، وطبعا هون هذه بس اللي أنا عملته هون one more step، خلي البلانك بلانك and move to the right، هاي ال x تساوي y. هون طبعا هذه ال x أكبر من y، هاي ال x أقل من y تساوي y، بظلش إلا هاي. هذه إذا كانت ال x
اقل من اكبر من واي، اقل من واي يعني واي اكبر من اكس، هيك راح تكون. خلينا تكون عندي هنا، فش هنا، وهذول كانوا الاكس اكس اكس، هاي عندي واحد هون راح يضل، هاي الاكس خلينا اغير لونها، هذه راح يقابلها هاي الواي. اوكي، والواي هاي هذول الونز هذول، وهي راح تظل واحد لانه هاي الواحد صارت اكس قبالها واي، هاي الاكس قبالها هاي الواي، الثالثه قبالها هاي الواي، الرابعه هاي قبالها واي. اسف، هاي لازم تظل احمر عادي، وهي الاكس قبالها الواي هاي. بعدين راح نرجع من هون، راح نرجع ندور على واحد، ما راح نلاقي واحد. سبوز لي انه خلص الاكس قبال الواي، بس لما ارجع على اليمين راح الاقي واحد هون اللي هي هاي، هاي هون هسه، هاي طلع على هذه. لما وصلت انا لعند الاكس هون الزيرو هاي، قلت له خلي الزيرو تعال على اليمين، اجى على اليمين لف للوايز هذول هون، واي لليمين اول ذا واي لقى بلانك. هسه واي مشي لليمين، لليمين مشي لهون، بعدين مشي لهون، ما لقى بلانك هون، لقى واحد. بما انه لقى واحد، بما انه لقى واحد معناها الوايز اكبر من الاكس 100%، اذا هون دخلت انا بالواي اكبر من الاكس. هسه هذول هاي ما تقلقش فيه هاي كثير، هذه عبارة عن تصفير انه شو بدي اعمل اذا انا اكتشفت already الـ Q54 خلص وصلت، عرفت انه الواي اكبر من اكس 100%، الاكس اقل من واي يعني واي اكبر من اكس. بس هو عم بقول له حط لي كل شيء بلانك، زي هذول حط لي كل شيء بلانك اذا بدي. هسه هذول هاي وهاي اللي هو شو بعمل هون، هذا المطلوب إذا كان X أكبر من Y مثلاً. افترض أنه إذا X أكبر من Y خلي الريزلت يصير واحد، إذا FX أقل من Y خلي الريزلت يساوي مثلاً زيرو، FX تساوي Y خلي الريزلت خليه هيك، هي تساوي مثلا 2 مثلا، يعني 2 ones، وهي خليها تكون هيك. فبصير هذول اللي هون x اقل من y، هاي x اقل من y هون، اذا x اقل من y بكون الريزلت 0، وبصير هذول زي هيك مظبوط، كله بلانك 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 بلانك، وقفنا خلص. وبعدين انا حاطه هون اذا اكس اقل من واي هي ماينس 1، حاطه هون ماينس 1 اللي هي هي. اوكي، وهون اذا اكس تساوي واي اللي هي هي اكس تساوي واي، حطيتها واحد هاي، هبدأ تصير واحد هون، اللي هون بصير لما اجي اكس اكبر من واحد من واي هون بدي اعملها، كيف بدي اسويها هاي؟ اوكي، بس بنعملها مع بعض، بحطها هون، اوبس،
وهي تعملها زي هيك هون. بقول له إذا كان هذول روح واحد كيب هذا كلياته هذا بده يصير بلانك. هذا وين البلانك داي؟ أنا هاي البلانك كل شيء اوكي كل شيء حط لي بلانك وزيرو خليها زيرو. طبعا والواحد والواي كمان حطها بلانك. بقول لك بديش اعملها على عجل السعيات بحاجة في نفسي يعقوب. زي ما قلت وانا راح يعتمد على ال شو اللي بدي اياه منه انا. الواحد هون والاكس اقل او تساوي واي برجع لهون هذول بحط كل شيء بلانك للاخر. بعد ما اخلص كل بلانك بروح بعمل الدلتا هون بخليها خليها احط الزيرو زي ما انا عامل هون. This is better. اكس اقل من واي هذه زيرو. اوكي طيب انا بدي اوقف هون. اليوم الاربعاء راح يكون في كويز في اخر المحاضره بهذا البرنامج. هذا راح اغير بهذول راح اغير بالاكس اكبر تساوي واي شو بدي بدل واحد او ناقص واحد او صفر. راح احط لكم شغلات ثانيه بدك تعدل بهذول. التعديل راح على الاغلب راح يصير بهذول الترانزيشنز اللي هون هذول اللي هون هو اللي راح يصير. سايفش عندي شيء هون اوكي راح يصير في عندي المره الجايه راح نشرح شيء ثاني. راح اجيب هذا اكزامبل حكيناه في الاكس بلس واي بلس زي. هذا انا عامله معمول لا مش معمول هذا راح نعمله مع بعض. x plus y plus z راح نشتغله مع بعض. والكويز راح يكون بالمثال اللي أسا أنا حكيته اللي هو بالكمبيريتور. هذا راح يكون كويز هون. أوكي أي سؤال من المجموعة؟ هذا عنده سؤال؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. أسئلة الامتحان راح يكون مصلح إن شاء الله by Wednesday وراح كمان نجاوب الأسئلة أو بعض الأسئلة تبعت الامتحان يوم الأربعاء. أعطيكم مجال الكويز مو إذا بعطيكم مجال الكويز بتنسوه. هي أسا شارحه أنا شارحه أسا رأس مالها ربع ساعة. ارجع راجع الجراف هذا اللي حطيته وخلص. That's all the quiz. وهي قدامك ال diagram Turing machine. بنعدل شغلة على